للأسف بقينا في الفترة اللي فاتت بنشهد إصابات كتيرة بتلحق بلاعبينا، وتحديدا إصابة الرباط الصليبي اللي ممكن لاعب واحد تحصل له في كاريره الاحترافي مرة واثنين وثلاثة كمان، وبتكون العودة منها بتكلفه شهور كتير جدا غياب في مصر غير بره. برضه لازم نتطرق لهذه النقطة. في مصر بنتكلم في 9 شهور، ممكن في الخارج ممكن تكون أقل شوية. ألمانيا أفضل البلاد اللي بتقدر تعالج الرباط الصليبي، في عملية بتكون دايما ناجحة والسفر ليها. كل التفاصيل اللي بتخص الرباط الصليبي اللي بقينا بنشهده في الفترة اللي فاتت بشكل مكثف في ملاعبنا كون بنتناقش فيها مع دكتور مصطفى منيري مدير أو طبيب منتخبنا الوطني السابق وأيضا نادي الزمالك. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، سعيدة بوجود حضرتك معانا. ولكن السبب مش سعيد، الإصابة، إصابة الرباط الصليبي اللي أصبحت متكررة في الوقت الحالي. ممكن تكون حاجة شايفها أسبابها بترجع لإيه؟ ليها علاقة بنشأة اللاعب والفترة البلوغ ووقت هو بيكبر كان بيعمل إيه، ولا هي ملهاش أسباب معينة؟ لا، هي الرباط الصليبي بيحصل نتيجة حاجتين، لما إصابة مباشرة لما غير مباشرة. إصابة مباشرة يعني التحام لاعب بلاعب يؤدي إلى سبب الرباط الصليبي، ودي حوالي 20% من نسبة إصابات الرباط الصليبي. 80% هي إصابة للرباط الصليبي بدون التحام، ودي عادة بتحدث نتيجة إن اللاعب بيعمل لاندنج أو هبوط على الأرض مع التواء في الركبة، يؤدي إلى قطع في الرباط الصليبي. طبعا عملية الوقاية من الرباط الصليبي يبقى عندنا جزئين، الجزء الأولاني اللي هو الإصابات المباشرة نتيجة الالتحام، ودي بتعتمد على إن اللعيبة تبقى تلعب فير بلاي، يعني ما تبقاش فيها عنف في اللعب. تاني حاجة دور الحكام إن هم الحزم في اتخاذ القرارات. أما الجزء الثاني 80% ده ليه أسباب متعددة كتيرة قوي اللي ممكن تؤدي إلى حدوث الرباط الصليبي. تابعنا إصابات ممكن بتلحق بلاعبين في البيت يجي له رباط صليبي وهو ما فيش اي التحامات، دي من 80% الحاجة بتتكلم عنها. لا يعني ما المقصود في البيت؟ يعني هو مثلا يكون مثلا هو ماشي، قصدي ان هو حتى ما فيش اي شبهه التحامات ممكن تحصل بتبقى فيها عدم توفيق او حظ. يعني لا هو لازم عشان تحصل لازم يكون في ميكانيكيه في حركه الشخص، لكن مش هو اللي هيتقطع الرباط الصليبي وهو نايم. لا مش هو نايم، ولكن قصدي ان مفيش التحام، مش بيلعب رياض، مش بيعمل حاجه كبيره. يعني نازل على السلم مثلا حصلت له التواء، في الحمام حصل زحلق الكلام ده، لكن ما تحصلش يعني لازم يكون لو ان انا افتكر في حاله كان عمل رباط صليبي بدون ذكر اسماء يعني، وبقاله حوالي اقل من 6 اسابيع وفي الحمام الزحلق اتقطع الرباط الصليبي وعمل رباط صليبي، لا نجم مشهور يعني، بس اعذروني بذكر الاسماء، بيحصل يعني. طيب خلينا برضو كده نطلع نشوف تقرير عن انتشار اصابات الملاعب في الفتره اللي فاتت في ملاعبنا، ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اصابات للاسف في الفتره الاخيره بنشهدها بتلحق بلاعبينا. خلينا كده بما ان هو ابرز لسه اصابه تابعناها في الفتره اللي فاتت هي اصابه محمد محمود، رباط صليبي جديد بيلحق بيه ولكن في الرجل الثانيه، ممكن يكون ليه اي اسباب طبيه ولا بتبقى ان هي قدر حصل؟ لا هي طبعا يعني كل شيء قدر، بس الناحيه الطبيه ما بن يعني حته القدر دي بنأجلها شويه. بتتحلل بعد عمليه الرباط الصليبي في 3 مشاكل بتحصل او عاده بتحصل. المشكله الاولانيه ان الرباط نفسه اللي اتعمل العمليه يتقطع. النقطة الثانية إن يحصل خشونة في الركبة وكرحة في الركبة بعد عمل الرباط الصليبي. قبل ما حاجتك تكمل، لو الرباط اتقطع مرة ثانية ده هيبقى في مشكلة حصلت في العملية ولا في 3 أسباب ثانيين؟ طيب طب نخلص الأسباب الأولانية وبعد كده نرجع لدي. الحاجة الثالثة يعني احنا قلنا دلوقتي إن الرباط يتقطع، الحاجة الثانية الخشونة، الحاجة الثالثة إن الرباط في الرجل في الركبة السليمة يتقطع. ويعني ومن ضمن الحاجات اللي انا يعني احب اقولها للساده المشاهدين ان نسبه ان الرباط الصليبي في الرجل السليمه التي لم يجرى فيها العمليه قطعها اعلى من الركبه اللي اتعمل فيها عمليه. وده يعني يمكن من البحوث اللي نقول عليها كوهرت ستادي، بحث استمر 15 سنه في استراليا، جابوا اللعيبه اللي عملوا عمليات رباط صليبي وقعدوا يدرسوها 15 سنه، لقوا ان احتماليه قطع الرباط الصليبي مره اخرى في اللي اتعمل لها عمليه 11% والركبه الثانيه 14%. طبعا يبقى معنى كده ايه؟ قطع الرباط الصليبي عند اللعيب يعتمد في المقام الاول على طبيعه ركبه اللاعب. ودي حاجه احنا دايما مشكلتنا في مصر، نقول ده الملاعب، نقول الحذاء، نقول التدريب، نقول الحمل، لكن نمره واحد قطع الرباط الصليبي يعتمد على ركبه اللاعب. يعني اعتمد على ركبه اللاعب يعني ايه؟ في ركب قابله
للاصابه بالرباط الصليبي. وفي ركب او لعيبه من ناحيه جينيه قابله لقطع رباط صليبي. حاول اسهلها كده، ان الرباط الصليبي بيمر في قناه، القناه دي في بعض الافراد بتكون ضيقه ومش عميقه. ده بيخليها اكثر قابليه لانها تتقطع. بعض الناس عندهم الجينات ان الرباط الصليبي بتاعهم ضعيف، وعشان كده نلاقي الاب الاخ الاخوات يتقطع عندهم الرباط الصليبي. دي بالنسبه لدلوقتي اللي احنا بنقول على الرباط الصليبي. طب يعني لما البعض طبيا يقول ان محمد محمود اتجدد، ما نقولش عليها اتجددت الاصابه، لا لانها رجل ثانيه. ماشي، ولكن هي ليها علاقه بالاصابه الاولى، ليها علاقه بالاصابه الاولى من ناحيه الجينيه والجسمانيه، من ناحيه الجسمانيه، ولكن ما لهاش علاقه بالعمليه ولا باعاده التاهيل ولا مثلا الرجل الثانيه هيبقى بيحمل عليها اكتر. ف هي دي كلها عوامل. يعني كلها عوامل، بس دلوقتي احنا بنقول ان ده اهم عامل في قطع الرباط الصليبي، ان هو تكوين الركبه وجينيه. بس طبيا يتعمل ايه لو في لاعب عايز يلعب كوره وفي نفس الوقت لا هو بيلعب، يعني بيلعب. بس احنا دلوقتي بدانا، لما كنا زمان نعمل عمليه الرنين الاشعه والرنين كنا بنعمل الرجل السليمه، دلوقتي بقينا نعمل قبل التاهيل نعمل الرجل السليمه والرجل المصابه. اسف، بنعمل الرجل المصابه اللي تم اجراء تدخل جراحي وبنعمل الرجل السليمه. ليه بنعمل السليمه؟ عشان نشوف طبيعه تكوين الركبه. لو لقينا الركبه ديت في احتماليه انها تتصاب بناخد بالنا قوي في التاهيل اللاعب ان احنا ما نعملش تمارين معينه للرجل السليمه اثناء فتره التاهيل. لكن ده بردك ما يمنعش انها ممكن تحصل. يعني بس بدانا نفهم القصه دلوقتي، وبدانا واحنا بنأهل الرجل اللي فيها العمليه ناخد بالنا بردك بعض الخطوات في الرجل السليمه. ودي من الامور اللي يعني بقت مهمه قوي في تأهيل الرباط الصليبي. اللي هي ان احنا نعرف هل اللعيب دوت بيتصاب نتيجة انه عنده ضعف في توازن العضلات بين العضلة الامامية والخلفية، ولا عنده ضعف في التوازن، ولا هو طبيعة الركبة، لان هتختلف جدا في التأهيل. ولكن الكل ليه حل المفروض طبيا ومع جهاز احمال او فريق احمال يقدر يتعامل مع، حتى لو حد جينيا او جيناته مخليه عنده عرضه ان هو يكون بيصاب بالرباط الصليبي بشكل اكبر عن حد تاني. للاسف احنا ما بنقدرش نوصل لزيرو اصابه، يعني ما نقدرش نوصل اصابه طبعا. لكن بنحاول نقلل الاصابه. وعاوز اقول يعني احنا عندنا مشكله في مصر، ايه حصلت اصابه، لا ده الطبيب المسؤول، ده العمليه، ده العمل، لا ده الملعب، ده الملعب ده اوبشن. الموسم اللي فات الاصابات اللي لحقت باكتر من لعيب، مش كلهم اكيد رباط صليبي، ولكن اكتر من لاعب في النادي الاهلي كان بيعاني من اصابات في وقت واحد. البعض كان بيشير الى ملعب مختار التتش مال ارضيته، هي ليها علاقه ولا لا؟ ده اوبشن ولا لا؟ طيب هو جزء من اسباب الاصابه، بس محمد محمود لو هنلاحظ اتصاب في ملعب اول مره وثاني ملعب اتصاب مره ثانيه، لكن احنا بنقول جزء طبعا. يعني السوق الارضيات جزء، وبقول دايما انا ودي نقطه مهمه جدا، الحذاء اللاعب هو اهم واكتر ومسبب الاصابه عن الملعب. ليه؟ الملاعب المصريه صلبه غير مستويه، ارتفاع النجيله قليله، وبالتالي ده بيحتاج احذيه غير الاحذيه اللي بيلعب بالخارج. احذيه الخارج لو تاخدي بالك مثلا من الاحذيه هتلاقيها ايه؟ عاليه وواخده اشكال. لا، لازم المصريين يلعبوا بحذاء الاستاذات مش عاليه وتكون واخده الشكل الدائري، عشان ما تعملش انكر في الارض الصلبه يعمل لهم مشاكل، يثبت رجله. طيب رجل عن رجل بتفرق. عندنا رجل زلاتان ابراهيموفيتش كده خارقه، الناس اللي عملت له اشعه وبصت كده على عضلاته وعلى امكانيات رجليه استغربت. اي حد بيعود من الرباط الصليبي ممكن توصل لتسع شهور، خمس شهور تقريبا كان هو في الملاعب. انا طبعا الموضوع ده طبعا هو لما اتصاب راح لامريكا، ويمكن عمل العمليه لم يسك، يعني من احسن اطباء العالم. اصر لي ان هو رجع فعلا في المده القصيره. وبعدين بسؤالي لاصدقاء في امريكا قالوا لي ان هم في امريكا عشان اللاعب يرجع بسرعه بيعملوا ان هم ياخدوا رباط من متوفي، يعني ياخدوا رباط الصليبي، نقل رباط من اعضاء شخص اخر. وده بيكون النتائج اسرع.
على بس ده اللي حصل معاه، ده اللي حصل مع ابريموفيتش. يعني مش فارق. ليه بقى؟ ليه بعض اللعيبه بتقعد 6 شهور وبعض لعيبه بتقعد 9 شهور؟ هو الابحاث اثبتت ان نسبه اصابه الرباط الصليب بعد عمليه الرباط الصليب بعد 9 شهور اقل من لما 6 شهور. الريكفري بتبقى كامله. وبالتالي حدوث الاصابه بيقل، وبالتالي بعض الدكاتره او جزء كبير من الدكاتره دلوقتي بيأجلوا اللاعب بعد 9 شهور، بالرغم ان اللاعب ممكن يرجع بعد 6 شهور، لكن هي مش عيب في الجراح ولا العمليه، هي حاجه علميه اثبتتها الدراسات الحديثه ان احنا ناجل اللعيب ل9 شهور عشان ما يحصلوش اصابه في الرباط الصليبي مره اخرى. هل في طريقه معينه من الاحمال بتخلي اللاعب يتفادى اصابته بالرباط الصليبي؟ لو بنتكلم ان هو جينات وايز هو تمام، هو مش عرضه عاليه ان هو يصاب بالرباط الصليبي، ايه الحاجات اللي ممكن يعملها برضو تخلي الاصابه ديت بعيده عنه؟ اول شيء حاجه تمارين اسمها تمارين الحس الحركي، لان هم لقوا ان احساس اللاعب السنس بتاع اللاعب واحساس اللاعب بالارض هو ده، كل ما يكون اللاعب عنده الاحساس ده عالي كل ما يمنع اصابه بالرباط الصليبي. ودي تمارين مهمه جدا، تمارين الحس الحركي. تاني حاجه، لعيبه كره القدم دايما بيبقى عندهم العضله الاماميه اقوى من العضله الخلفيه. لازم لعيب كره القدم العضله الخلفيه تبقى قويه، هي عمرها ما هتبقى اقوى من الاماميه، لكن على الاقل تبقى 80% قوتها من العضله الخلفيه. دي اهم نقطتين في منع اصابه الرباط الصليبي. نيمار من اللاعبين اللي عندهم اصابات طول الوقت، ممكن حضرتك تكون شايف حاله نيمار دا سيلفا اللاعب البرازيلي ايه؟ لا، ونيمار فعلا عنده مشكله يعني، ويمكن البلاد اللي هي الناميه البرازيل اللاتينيه نشاه اللعيب برضك ما بتبقاش قويه، وده يمكن بيتسبب ليهم اصابات بعد كده في الكبر. نيمار تعرض يعني اصابه غريبه جدا في قدم الرجل، يعني دايما احنا بنشوف الاصابات يا اما كسر يا اما مزق او قطع في الاوتار. نيمار تعرض لاصابه كسر وقطع في اربطه الكاحل، ودي كانت اصابه غريبه جدا. ومن الحاجات اللي تذكر ان هو صمم ان يتعمل العمليه في البرازيل، وراح البرازيل. بدانا نعرف ان في لاعب بيقدر يقاوم الاصابه والاصابه ما تحصلهوش، ولو حصلت له يحصل له ريكفري بسرعه. يعني محمد صلاح من اللعيبه ديت، لو شفنا محمد صلاح تاريخ اصاباته مع الانكل هنلاقي ان هو اتصاب مره في روما، اتصاب مره في فورنتينا، واتصاب بنلاحظ ايه؟ بالرغم من الاصابه شديده لكن بيرجع بسرعه. دي نقطه مهمه جدا، لو لاعب كبير ما تهلكوش في يعني اماكن في الملعب تؤدي الى الاصابه، لانه مش قادر يتحمل المهام اللي تكون مطلوبه منه تكون على قد، وهو هيؤديها لو هو عنده خبره ومهاره زي اللعيبه اللي انت ذكرتيهم، ممكن بمنتهى البساطه يؤدوها بخبره اكتر من لعيب صغير ما عندوش الخبره. وبالتالي اللعيب الكبير الخبره دوت مهم قوي انك انت تحافظ عليه. زي ما حضرتك اتكلمت دلوقتي عن محمد صلاح، محمد صلاح كانت اتصاب في مباراه امام فريق لاستر سيتي اصابه في الكاحل، خرج على اثرها، بعد كده عاد مره ثانيه وشارك مع الريدز في مباراه جينك في بلجيكا وخلص المباراه وسجل هدف وعمل اسيست، ومفروض كده كان البعض شايف ان اللي هو خلاص عاد سالم وقدر يشارك مباراه 90 دقيقه وكانت الدنيا تمام. ايه اللي ممكن يكون حصل عشان تتجدد الاصابه؟ بص انا يعني انا ما شفتش لقطه وهو بيتصاب، يعني ما شفتش لقطه خالص، هو شاف نفسه على الارض، شاف نفسه على الارض، والمدرب اعلن انه تجددت الاصابه في نفس المكان الاصابه. بس فوجئنا تاني يوم ان هو شارك في التمرين مثلا. ده طبعا، وان هو كمان بعد المباراه ما نزلش مثلا على طول يتلقى علاج او حاجه، كان متواجد على يعني هو اللي انا متصوره ان هو حس بالالم، حبوا يحافظوا عليه، كان هم فايزين، خرج بره الملعب عشان ما يعرضهوش. انا اتوقع كده، لكن بردك في يعني عاوز بردك انوه، في عندنا مشكله كده في اصابات الانكل نقول عليها هاي انكل. الهاي انكل ده من الاصابات اللي يعني ايه اللي ممكن تدي احساس للطبيب واللعيب ان اللاعب كويس وقدر يلعب، وفجاه يبدا يحس بالالم، وده رباط بيكون ماسك بين عظمتي الساق والشظيه، والرباط ده عشان اللعيب يحس بالالم يعمل دوران للخارج، وخصوصا لو لاعب يعني حصل التحام بينه وبين اللاعب ادى الى دوران للخارج، ودي ما بتحصلش كتير يعني. لكن انا متصور ان السيناريو الاولاني هو الاكثر احتماليه يعني. ولكن هل ممكن اتمنى طبعا يعني اتمنى ان محمد صلاح يبقى يعني سليم، لانه محمد صلاح اصبح ايقونه يعني وكلنا بنحبه وجميل يعني. بس هل ممكن ان الاصابه تتكرر بعد
ما اللاعب يكون رجع وادى وكده ترجع تاني، ولا بمجرد ان هو المفروض خط 90 دقيقه وشارك وكان في التحامات وكانت مباراه قويه ان هو تمام المفروض؟ لا، الاحتمال التاني ممكن يلعب ماتش وممكن يلعب ماتشين وترجع له تاني. وترجع له تاني. ايه اكتر عضله لما لاعب يتصاب فيها ممكن بعد كده يبقى عرضه ان الاصابه دي تتكرر؟ جميع العضلات في الجسم لو اهمل في علاجها، لو اصابه جديده ممكن ترجع تاني وتالت. تحس العضله ضمه، ونسبه رجوع العضله مثلا الخلفيه لتاني مره 25%، يعني كل 100 واحد جالهم عضله خلفيه هترجع من 25 واحد منهم تاني عضله خلفيه. العضله الضمه، ويعني بردك بدانا نعرف نقطه مهمه، ان مش كل اصابه ناحية الداخليه اللي فاقده عضله ضمه. وده كان اعتقاد اخر 10 سنين. بدانا نعرف ان في اصابات تانيه زي اصابه عظمه العانه، اصابه اسفل البطن، اصابه المفصل الحوض، كلها بتبقى شبيهه لاصابه العضله الضمه. بدانا نعرف النقطه ديت وبدانا نعالجها، وبالتالي تحسن دلوقتي في علاج العضله الضمه. يعني عضله الضمه دي فعلا كانت مشكله من 10 سنين، لكن دلوقتي بدات الى حد كبير نقدر نعرف بالظبط المشكله فين، وبالتالي بنقدر نحلها دلوقتي احسن. يعني ليه يا دكتور المانيا احنا عندنا دكاتره يعني الصراحه تاريخهم في عمليه الرباط الصليبي حاجه تشرف ومصريين، اشمعنى اللاعب اول ما بتحصل الاصابه التاشيره لالمانيا على طول؟ انا بسافر المانيا مثلا وبتعامل مع الدكاتره هناك كتير جدا من الالمان لما يحصل لهم مشكله يسافروا فرنسا او يسافروا امريكا. يعني النقطه انك انت بتختار المعالج دي نقطه عالميه في ناس كتير، يعني وفي امريكا ممكن يروحوا يسافروا المانيا. اللاعبين المصريين بيروحوا لنفس الدكتور ولا هو مجرد المانيا بس؟ لا 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 مش نفس الدكتور. هو احنا بنسافر كل فتره لدكتور معين. وبعد كده الدكتور طبعا في نسب نجاح في العمليات ان اللعيب يرجع. لسبب ما جراح ما يعمل عمليه في المانيا اللاعب وما يرجعش، يتم تحويل البوصله منه الى جراح اخر. وعشان كده على مدار العشر سنين هنلاقي اسماء كتيره. ما تلاقيش دكتور واحد مصر كله بتاع. هي طبعا في النقطه المانيا، لان المانيا بيسهلوا قوي التاشيره العلاجيه. ودي أوكي. بتخلي التاشيره سهله والسرعه. طب سرعه اجراء العمليه بتفرق؟ لا في الرباط الصليبي ما تفرقش. ما بتفرقش، لان بعض حتى الدراسات بتقول ان احنا يفضل نستنى 6 أسابيع بعد الرباط الصليبي. لكن لو الغضروف مقطوع يفضل العمل العمليه على طول. طب ده حصل مع محمود عبد العزيز، لان محمود عبد العزيز تقريبا مسافر في نفس التوقيت مع محمد محمود لالمانيا، ولكن محمد محمود خلاص اجرى العمليه النهارده الثلاث، وهو لسه كان يوم الاربع اتصاب في مختار التتش. ايه ممكن يكون فرق الريكفري بالنسبه لحد صبر زي ما حضرتك بتقول وحد عمل العمليه على طول؟ لو هي رباط صليبي، رباط صليبي بعض الناس او بعض الابحاث بتقول انه يفضل ان احنا نستنى على عمليه الرباط الصليبي 6 أسابيع، وبالتالي النتائج ما فيش فرقه قوي خلال ال6 أسابيع. لكن لو الغضروف مقطوع ومحتاج خياطه يفضل اجراء التدخل السريع لو غضروف العمليه. طيب يعني دي نقطه بردك يعني معقده شويه، لكن مش معنى ان هو واحد اتاخر يبقى النتائج هي السبب في كده. يعني بالنسبه للرباط الصليبي لا، العمليه دي ممكن تنجح او لا، ولا هي عمليه تعتبر بسيطه كده كده التعامل معها من قبل الدكتور واحد؟ لا طبعا اي عمليه في الدنيا بتحتمد ده لو مثلا غرزه بتحتاج مهاره، يعني يعني هي عمليه محتاجه مهاره، محتاجه تدريب، لكن هي ما تعتبرش دلوقتي من العمليات الصعبه في العظام. لكن محتاجه دكتور متمرس فيها، بيشتغل مناظير ركبه كتير، بيعمل العمليه دي بصفه مستمره. لا طبعا، لكن هي في عمليات اصعب منها بكتير. يعني طب اصابه محمود عبد الرحيم جنش القطع في وتر الاكيلس، لو هنقارنه باصابه الرباط الصليبي انهي اصعب وانهي اعاده تاهيله اصعب؟ لا، هو الرباط الاكيلس فيه مشكله ان احنا لما بيتقطع الرباط عاده بيبقى عندنا حاجه من الاثنين، يا اما نخيط الرباط يا اما نجيب وتر وندعم بيه الرباط. ندعم نجيب الوتر من نفس الراجل اللي كدوه منه ابراهيم وفيتش ولا نعمل ايه؟ بناخد وتر من الادم بردك نفسها وتر بتاع وتر اللي بيحرك الثاني الصباع الكبير وبنعمل بيه ايه؟ دعم لل الرباط الصليبي فيه مشكله ان كده انت ما تغير كله. لكن الوتر اكيلس ما تغيرش، يا اما تخيط يا اما اتصلح. مشكله الرباط الوتر اكيلس ان الدم اللي واصل له قليل، وبالتالي التئامه بطيء، واحتماليه ان يحصل له التهابات لانه تحت الجلد على طول وارده. وهو اقوى وتر في جسم الانسان، وبالتالي انت محتاجه انك انت الوتر ده يرجع
بقوته. وبالتالي انا في تقديري الشخصي طبعا وتر اكيلس عمليه اصعب من وحساسه اكتر من رباط صليبي، لكن في الاخر نرجع نقول ان اي اصابه للاعب اكيد بتاثر عليه بالسلب، بس مقدار السلب ده قد ايه؟ ده بيقل مع اجراء عمليه جيده وتاهيل جيد. التاهيل الجيد، التاهيل الجيد بالنسبه لعمليه الرباط الصليبي، هل برضو التواجد في المانيا يعني دايما بيخلصوا العمليه وبيرجعوا فتره التاهيل بتكون في مصر من المفترض دايما باي لاعب بعد ما بيخلص العمليه، ممكن يكون في الخارج حاجه افضل تحصل وايه اللي المفترض يعمله بعد انتهاء العمليه؟ بص لازم نكون متفقين ان احنا مستقبلين، يعني ايه؟ يعني احنا بنسافر او بنسمع او بنعرف اللي بيتعمل بره، وبالتالي هم سابقنا دايما بخطوه. دي لازم نكون حقيقه معترفين بيها. لو في المانيا في مراكز جيدة جدا وفي مراكز غير جيدة. وبالتالي لو هو اللاعب راح لمركز من المراكز الجيدة بالتأكيد تأهيله هيبقى أحسن بكتير قوي من أي مركز تاني. لكن مش معنى أنه ما سافرش ألمانيا لو قعد في مصر يبقى تأهيله سيء والعملية يعني بالعكس في لعيبة كتير قوي، لأن برضك لو احنا فكرنا كده مع بعض كام لاعب بيسافر يعمل عملية رباط صليبي بالخارج؟ 10 مثلا النسبه الاكبر اكيد مفيش، يعني هو اللي بيسفر الاهلي والزمالك وكم نادي صغيرين، لكن كل لعيبه كره القدم في مصر وغير كره القدم بيعملوا عمليات في مصر. مش معنى كده ان اي واحد في مصر جاله رباط صليبي وعمل عمليه رباط صليبي ما رجعش معنا. كتير قوي كتير جدا عملوا في مصر ورجعوا يعني، لكن هي طبعا لازم يكون معترفين ان التدخل الجراحي او الطب عامه في الخارج اعلى مستوى من مصر، بس يعني دي لازم نعترف بيها يعني. ودي اللي احنا المفروض بقى بنحاول بقى نسافر ونعرف ونقرا ونحاول نطبق، ده بيخلينا قريبين من الخارج يعني. طيب كفاءه الرجل اللي كان فيها اصابه ممكن مع عمليه ناجحه ومع اعاده تاهيل جيد ترجع بكفاءتها 100% ولا برضو بتبقى مش لا تمام؟ اكيد 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 مش تمام، اكيد بتبقى كفاءتها اقل من قبل كده. او عشان كده احنا مثلا ايه الامور اللي تخلينا نقول اللاعب بعد الرباط الصليبي يرجع للملعب؟ اول حاجه انه يكون عنده المدى الحركي، مدى الحركي يعني يتني ويفرد رجليه مساويه 90% من الرجل الثانيه. قوه العضله ما تقلش عن 80% من الرجل الثانيه. بنعمل لهم اختبار كده بسيط اسمه هوب تيست، يعني بيجي اللاعب يروح ناطط 3 نطات بالرجل شمال ورجل يمين. لو هي الرجل المصابة 90% مسافة من الرجل السليمة بننزله الملعب، يبقى معنى كده ايه؟ معنى ان انا قابل ان اللاعب بالرغم ان هو 90% كفاءة انه ينزل، لانه نادرا ما بيوصل 100% من الكفاءة. ايه اكبر خطأ ممكن يتعمل في فترة اعادة تأهيل اللاعب او اعادة تأهيل الرجل اللي كان فيها رباط صليبي تخلي الاصابة تتكرر؟ خطأ حضرتك شايفه ممكن هو اللي يكون متكرر؟ ان هو ما يحترمش التغيرات اللي ربنا عملها بعد وضع الرباط الصليبي. يعني ايه؟ انكار ان هو اتصاب. لا، ان الرباط الصليبي اللي بيتحط دوت ده رباط ما فيهوش دم، ضعيف، لسه الجسم هيودي له دم ولسه يبنيه ولسه يعمل له يضاحي يعني يضاحي الرباط يخليه يرجع يبقى جزء من رجله ويمشي. يعني انا افتكر مثلا في بعض الناس يقول لك ده انا اهلت رباط صليبي بعد 3 اشهر. انت كده بالظبط زي امراه حامل ونزلت الجنين على 4 اشهر قلت انا ولدت. لا، دي انت موت يعني فاهم ازاي؟ دي لازم احترام المواعيد. وعشان كده هتلاقي كل البرامج تيجي يقول لك من اليوم الاول للاسبوع السادس، الاسبوع السادس ل3 اشهر، 3 اشهر ل4 اشهر، يعني متقسمه مراحل. يعني متقسمه مراحل ليه؟ عشان هم درسوا ان بيحصل تغيرات في الرباط الصليبي، وبالتالي وفق لهذه التغيرات بيتم وضع التمرين. من الاخطاء الشائعه ان احنا بنقوي او بيقووا العضله الاماميه بعد عمليه الرباط الصليبي بتمارين اسمها تمارين السلسله المفتوحه، وده خطا قاتل يعني. ده بيقطع الرباط الصليبي، ده لما تشوفي مؤهل عمل كده تعرفي ان ده يعني تم اجراء جريمه في حق لاعب رباط صليبي، ان هو يقوي العضله الاماميه بتمارين سلسله مفتوحه في خلال اول 6 اسابيع ضد مقاومه. في لاعبين عندهم قوة بدنية بنشوفها دايما بنتابعها في مباريات وبنتابعها في صور ليهم، ابرزهم الويلز جاريث بيل. جاريث بيل عنده رجلين ملفتة جدا للنظر من ان كل عضلة متشرخة
مش بقى زي ما المفروض تكون، اكتر من ما المفروض تكون، وعلى الرغم من ده بتلحق باصابات كتيره. فمعنى كده ان ممكن مش دايما لما انت بتكون مدي كل عضله حقها وبتمرن كل عضله ان انت كده هتكون بتبتعد عن الاصابات. ده بالتاكيد، لان اعتقاد خاطئ برضك انت اثرتيه ان اي اصابه يقولوا ايه قوي العضله. لا، الموضوع ده مش كده خالص. القوه جزء من الحمايه من الاصابه، لكن في امور اخرى زي ما قلت حضرتك، كسل حركي، الريكروتمنت، توظيف. يعني ممكن العضله تبقى ضخمه لكن ما عندهوش توظيف العضله. والدليل على كده تلاقي كتير جدا، وخصوصا الاجسام الايطالي او الاسباني عكس القصير الرفيع. رفيع بيجري بسرعه، قوي، ما يتصاب، واخده وقت على ما يتعالج بسبب ان عضلاته كبيره. مظبوط، العضله الكبيره تاخد وقت اكبر في الهيلينج. هي بس هي مش شرط، هي برضك نرجع نقول ان في لعيبه عندهم قدره على الاستشفاء زي قلت لك محمد صلاح، وفي ناس الاصابه بتطول معاهم. طيب كريستيانو رونالدو واحد من اللاعبين الكبار في السن، ولكن نقدر نقول ان هو قادر يحافظ على مستواه، والاصابات بتاعته لا يعني مش متجدد الاصابات، بالعكس هو بعيد كمان عن الاصابات. دلوقتي شايفين ميسي هو اصغر منه سنه، ولكن الموسم دوت بتلحق باصابات بشكل اكبر عن حتى كريستيانو رونالدو. نرجع تاني نقول التالنت، موهبه اللاعب والجيناتكس بتاعه هي السبب في الموضوع دوت. يعني الجينات، والدليل على كده ان هو جات له فتره اتصاب وبعد كده رجع احسن من الاول. يعني زي ما لعيب يعني مثلا رونالدو اشهر، ايه سبب شهرته؟ سرعته. هل تعتقدي ان رونالدو سبب سرعته نوعيه التمرين او تمرينه؟ لا خالص، طبيعه عضلته سريعه، ومجرد تدريب جيد او يعني الاستمراريه في التمرين بتؤدي ان اللاعب سرعته بتعلى. ممكن لاعب نفسه بنفس مواصفاته مهما تدربيه عمره ما يجيب سرعة رونالدو، لأنه ما عندوش الجين المسؤول عن السرعة. في لعب بقى تاني عنده الجين المسؤول عن القوة، مجرد أنه هو تمرينات خفيفة تلاقي عضلاته على طول بقت قوية. النقطة دي بدأنا دلوقتي، هي دلوقتي دي يعني إيه اللي بنهتم بيها في الطب دلوقتي، أنك أنت تختار لاعب عنده التالنت وفي نفس الوقت يبقى عنده الجين اللي يساعدك في اللعبة اللي هو بيلعبها. الرباط الصليبي ممكن يقعد لاعب في البيت ولا لا؟ ممكن ممكن جدا، يعني مع ان هي عمليه مفترض ان هي تكون ناجحه، ولكن ممكن يكون نفسيا في لعيبه بعد اصاباتهم مره ومرتين ممكن نفسيا عادي تأهيل نفسي كمان. طبعا مهم جدا جدا جدا، يعني النقطه دي يعني في لعيبه بعد الاصابه بيحسوا ان هو غير قادر، وفي لعيبه بتديهم حماس وبيرجع تاني وبيبقى سعيد انه رجع واتصاب تاني ويلعب. يعني اعتقد ان دي مهم قوي. مين شايفه من اللاعبين المصريين اللي هو عنده الحته اللي حضرتك بتقول عليها دي اللي هو الاصابه حافز ليه؟ اعذروني في الاسماء قوي، بس يعني في لعيبه في مصر في يعني في كده وفي كده في كده وفي كده، واعتقد ان احمد حسن من الامثله ان هو اتصاب ورجع. عبد الواحد السيد يعني لعيبه كتير اتصابت بالرباط الصليبي يعني وترجع. ناصر ناصر برضه جاله رباط صليبي اتصاب مرتين. يعني دي هو مره منهم في البيت. يعني في لعيبه بتقدر تبقى عندها يعني برضه من الحاجات المهمه قوي اللي انت عاوزاها في النجم، ان هو يكون عنده القدره الداخليه لمقاومه الضغوط. في لعيبه بتبقى فراجايل ضعيفه، لو واحد من الجمهور مثلا قال له كلمه لفظ ولا حاجه، او المدرب زعق له، او الماتش جامد عليه بيقع منك. وفي لعيب بالعكس دي بتدي له قوه، ودي حاجه مهمه قوي في اختيار اللعيبه، ان هو يبقى عنده قدره على مقاومه الضغوط، ودي موهبه برضك. مش مهما تدربيها ومهما تعملوا له دروس نفسيه، اللاعب اللي عنده القدره دي بيبقى حاجه داخليه فيه. طيب قبل ما نتكلم عن الرياضات الاخرى كده ونخطف فيها سريعا، التطور اللي حصل في مع الاجهزه الطبيه داخل الانديه المصريه ومع منتخب مصر علشان يواكب ضغط المباريات وكذا بطوله اللي اللاعبين بتشارك فيها، ايه اللي ابتدينا ندخله من الحاجات الاستشفاء السريع علشان يطلع من الماتش دوت؟ عنده ماتش بعد يومين، عنده بطولات مجمعه، هيرجع لنادي يلعب ماتشات، الحاجات دي كلها. اهم حاجه انتظام البطوله. لو انت ما قدرتش تنظم البطوله، ولا دكتور ولا جهاز طبي ولا حد هيقدر يعمل استشفاء. دي نقطه مهمه جدا، لانك انت لو عندك المباريات مش منتظمه ما تقدرش تعمل استشفاء، وبالتالي ابدا صح، نظم البطوله
بعد كده هتلاقي عمليه الاستشفاء بقت طبيعيه يعني. طيب. دي اهم حاجه. اخيرا عشان لازم نطير، ابرز الاصابات. احنا اتكلمنا كتير قوي. اخر بس. جبنا المنهج من اوله لغايه اخره. لسه فاضل اخر سؤال في المنهج عن الرياضات الاخرى، ابرز الاصابات اللي بتلحق يعني في كره القدم، هو الرباط الصليبي هو ابرزهم. الرياضات الاخرى. انا يعني بعالج كتير قوي العاب اخرى. يعني وبحب قوي اللعيبه بتاعت الالعاب الاخرى فرديه يعني. لا مش فرديه يعني، مثلا انا المنتاليتي بتاعتهم بتبقى مميزه يعني، لما تلعب لعيب سكواش مثلا او لعيب سباحه او لعيب جمباز ايقاعي او جمباز ايقاعي جمباز فني، بالتاكيد غير لما بتعالج لعيب رفع اثقال او مصارعه. يعني في العاب بتحس اللي بيلعبوها مختلفين شويه، ملهاش علاقه بالمستوى اللاعب، لا ليها علاقه باللعبه نفسها. يعني انت لما تشوفي لعيبه مثلا بنت عندها 8 سنين بتلعب جمباز ايقاعي مختلفه تماما عن مثلا بنت بتلعب قدم او بتلعب سكواش. الاصابات في الالعاب ديت انا اعتقد انها عاده اوفر يوز. اوفر يوز يعني الاب او الام كتير. الاب والام عاوزين ابنهم او بنتهم تبقى بطل بكره. والبطل والمدرب عاوز البنت دي في السن اللي هي معاه، لانها هتنتقل بعد كده لسن اخر، عاوزها تبقى ايه؟ تحقق نتائج. والطفل في الفتره دي ما عندوش استيعاب قوي بالاصابات ولا الاوفر يوز ولا، وبالتالي بيخش في مستهلك، وده اللي احنا بنجنيه بعد كده لما اللعيبه بتكبر. وبالتالي الرساله اللي وجهها لاولياء الامور، ما تهتمش قوي بابنك يبقى بطل قبل البلوغ خالص كبنت او ولد. يتعلم في الفتره الاولانيه التزام، يتعلم الستايل اللعب، يتعلم التكنيك اللعبه، يتعلم الحاجات اللي عمره ما هيتعلمها لما يكبر. واول ما يبلغ بقى البنت او الولد نبدا بقى نزود في الحمل التدريبي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور، وان شاء الله كده دايما نشوف لاعبين في كوره وغير كوره كلهم كده صحتهم كويسه باذن الله، وياخدوا بالنصايح والتطور اللي بنشوفه في الطب نشوفه كمان في الحمل التدريبي علشان نمنع اي اصابات بتلحق بيهم باذن ان شاء الله. دكتور مصطفى المنيلي طبيب منتخب مصر وايضا نادي الزمالك السابق نورنا، وبعد هذا الفاصل بنتكلم عن الرياضات الاخرى وبيعملوا لنا انجازات ومفرحنا ومشرفنا، وخصوصا كمان الرياضات الفرديه في الوقت دوت منوره كمان بعد بطوله دوره الالعاب الافريقيه اللي كنا بنتابعها من اسابيع. بعد هذا الفاصل هيكون معانا اللواء محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، واللاعب محمود عاطف صاحب الميداليه الذهبيه في بطوله العالم وزن 52 كيلو جرام، هنتكلم معاهم عن هذا الانجاز بعد هذا الفاصل، خليكم معانا.